السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في الساعة الثانية من الرأي الحر. حجاج بيت الله الحرام توافدوا اليوم إلى صعيد عرفات وأدوا ركن الحج الأعظم، أدوا صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا في عرفات وسط فرح شديد وبهجة بادية في وجوههم. هؤلاء الذين تقدر السلطات السعودية عددهم بمليونين وثلاثمائة ألف حاج حضروا هذه الشعيرة العظيمة، ألا وهي ركن الحج الأعظم، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ووقفوا في ذلك مشعر الطاهر ومكثوا فيه حتى غروب الشمس، ونفروا بعده إلى مشعر مزدلفة حيث صلوا المغرب والعشاء جمع تأخير، ويقضون الآن ليلتهم هناك استعدادا ليوم غد، ليوم النحر، ليوم الفرحة، ليوم الأضحى. هذا اليوم التي تجسدت فيه وحدة المسلمين، تجسدت هذه الوحدة ماديا بوقوفهم في مكان واحد، بتجمعهم في مكان واحد، بدعائهم بلسان واحد، بقلوب مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، بمشاعر واحدة. الكل من كان في هذا المكان الطيب يدعو الله سبحانه وتعالى يغفر له، يدعو الله أن يرزقه الجنة، يدعو الله أن يبارك له، وكلنا نؤمن مع دعائهم ونقول آمين، أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يتقبل حجهم وأن يرفع عن هذه الأمة ما حل بها. هذه المشاهد العظيمة التي رأيناها في يوم عرفة، يوم من أفضل الأيام العشر من ذي الحجة، يوم مغفرة الذنوب والخطايا والعتق من النار، يوم يباهي الله سبحانه وتعالى بأهل الأرض أهل السماء، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفضل أن هذا اليوم، ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ينزل المولى، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. يا من صمتم في هذا اليوم تجسد في صومكم أيضا وحدة المسلمين، تجسدت بالفعل، تجسدت بالمكان بوقوف هؤلاء المسلمين في مكان واحد، تجسدت بالدعاء، ألا وهو يوم الوحدة الإسلامية، يوم وحدة المسلمين، يوم شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا هو المنهج الرباني الذي وحد الله سبحانه وتعالى المسلمين في ذلك اليوم، الذي ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ألف بين هذه القلوب. هذه الشعيرة، هذه الشعيرة العظيمة، هذا المكان الطاهر المبارك الذي كان رمزا لبقاء المسلمين متحدين متآلفين متحابين، كيف يمكن أن نستلهم منه معاني الوحدة، معاني التآخي، معاني التآلف، معاني الهدي النبوي في وحدة المسلمين سلوكا وعملا، كما كانت عبادة في كافة مناحي الحياة. هذا الخلق الإسلامي الذي تجسد في هذا اليوم، في هذه الوجوه المبتسمة الفرحة التي توحد الله سبحانه وتعالى وتشكره على ما هداها. في هذا اليوم الملايين الذين يقفون صفا متراصا في نيتهم أن يقبل الله سبحانه وتعالى حجهم، لأن الحج هو هذا اليوم، الحج عرفة، من فاته اليوم فلا حج له، لا يجبره أي شيء. هذا اليوم الذي حرص الحجيج أن يكون فيه، أن يدعو الله على صعيده الطيب الطاهر، محيين مراسم الوقوف في يوم الحج الأكبر، ملبين لله سبحانه وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والشكر لا شريك لك. هؤلاء الذين يرفضون الشرك، يرفضون أن يشركون مع الله إلها آخر، يرفضون أي ظلم يحل عليهم، ألا يتجسد في هذه الساعات الطيبة المباركة وحدة المسلمين أيضا، وحدة المسلمين ضد أعدائهم، وحدة المسلمين ضد من يظلمهم، وحدة المسلمين في تآخيهم،
في نصرتهم لبعضهم البعض. هذه المعاني أناقشها مع فضيلة الشيخ الإمام والداعية الدكتور شكري المجولي. أهلا بك شيخ شكري في هذه الساعة من الرأي الحر. الرأي هو رأي المولى عز وجل الذي وحد المسلمين في هذه الشعيرة العظيمة، وحدهم على مكان واحد وعلى صعيد واحد طاهر مبارك. كيف في هذا اليوم الذي انقضى ونحن الآن في الحجيج في مزدلفة، كيف تجلت معاني الألفة والوحدة على صعيد عرفات الطاهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحيي أخي جمال وأحيي السادة المتابعين في هذا اليوم المبارك، في هذا اليوم الذي هافتت فيه جماهير المسلمين وجماهير الحجيج الذين وقفوا على صعيد عرفة في هذا اليوم الأغر، في هذا اليوم الذي يغفر الله فيه الذنوب، في هذا اليوم الذي تتجسد فيه الوحدة الإسلامية، وهذا اليوم الذي تغيب فيه تلك الطبقية وتلتقي فيه كل شرائح المجتمع، يلتقي فيه الغني والفقير والسائل الحاكم والمحكوم والسيد والعامل، كل هؤلاء يلتقون في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي يتباهى الله به ملائكته، وهذا اليوم الذي يغفر الله فيه الذنوب ويستر فيه العيوب ويتقبل فيه الدعوات، وهذا اليوم الذي هو اليوم المشهود كما قال علماؤنا، قالوا يعني في سورة والسماء ذات في سورة البروج، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فهذا اليوم هو يوم يشهد فيه المسلمون ويعيشون هذه الأجواء الإيمانية، هذه الأجواء الربانية، هذه الأجواء الروحانية التي الحقيقة كما قلنا يعني كل مسلم يود أن يكون في مكة المكرمة ليؤدي. ما أهمية هذا اليوم؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفات، الحج عرفات، ماذا نفهم من ذلك؟ أي أنه ركن. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحج، أن في هذا الحديث الحج عرفات، أنه لا يجبر. ربما الإنسان لو أنه يعني لم يؤدي السعي أو الطواف بإمكانه أن يستدرك ذلك، لكن الزمان عرف هو الحج عرف، فهو الركن الأعظم من أركان الحج. فإذا ما تخلف الحاج عن الوقوف في صعيد عرفة فإن حجه يكون باطن، وعليه أن يعيد حجه مرة أخرى. إذن هو الركن الأعظم من أركان الحج الذي إذا ما كما قلنا إذا ضيعه المسلم أو الحاج فإن حجه يبطل وعليه أن يعيد الحج في السنة المقبلة، بينما بقية الأركان الأخرى ممكن الإنسان ما يستطيع أن يعني يعوضها. أما هذا اليوم فإنه يوم واحد، ألا ويوم التاسع، يوم الوقوف في عرفة في هذا الصعيد العظيم. الآن الحجيج أين هم الآن؟ وما يعني مسيرة الحجيج من عرفات إلى يوم غد؟ خذنا بهذه المسيرة هكذا بعجالة. يعني اليوم بعدما يصلون المغرب والعشاء ثم يعني ينتقلون إلى المزدلفة، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي. فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذن هنا يصلون المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم ينطلقون إلى مزدلفة، وبعد ذلك يعني ينطلقون إلى ميناء إلى رمي الجمرات. هذه هي الرحلة، رحلة الحج، وهذه الساعات المباركة، وهذه الساعات الأخيرة من ساعات أداء الحج في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة للحاج الذي يؤدي هذه المناسك وهذه الشعائر وهذه الأركان. أما بالنسبة لنا لغير الحجيج فكذلك الله سبحانه وتعالى وهبهم ومنحهم هذه الهبة وهذه المنحة الربانية وهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى،
بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا وأباح لنا أن نصوم ذلك هذا اليوم يوم عرفة، لأن في صيامه يكفر الله به ذنب سنة قد مضت وذنب وسنة مقبلة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الدعاء وعلى الإكثار من الاستغفار وعلى أن نقبل على الله سبحانه وتعالى وعلى أن نلهج بالدعاء وعلى أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام في هذه الساعات وفي هذه اللحظات، ونحن على وشك الآن انتهاء اليوم. المسلم من غير حاجة تحدث عليه أن يستثمر وأن يستغل هذه اللحظات وهذه الساعات في الدعاء وفي الذكر وفي تلاوة القرآن الكريم وفي أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، كما قال الفضيل بن عياض: رأيت السفيان الثوري فقلت، يعني يسأله قال عن حال هذا الذي رأيت جاثيا على ركبتيه ويدعو الله سبحانه وتعالى ويحذر أولئك الذين لا يحسنون الظن بالله ولا لا يقولون ولا قلت يحسنون الظن بالله سبحانه يحسنون الظن بالله سبحانه ويظنون والعياذ بالله بأن الله لن يغفر لهم، هؤلاء هم أسوأ الناس حالا كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى. الحجيج غدا ينحرون مهتدين بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم عليه السلام. حدثني عن يوم غد، يعني ما هي الأعمال التي يقوم بها الحجيج في يوم النحر؟ هذا اليوم هو يوم العيد، هو يوم الفرحة، أن الله سبحانه وتعالى يعني بعد يوم عرفة يأتي كأنه تتويج لهذه الفريضة ولهذه الشعيرة لهذا الركن من أركان الإسلام. الناس بعد ذلك بعد الطواف أنهم يعني رمي الجمرات، يبقى لهم رمي الجمرات يعني الصغرى والكبرى، وفيه من تعجل كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم بعد ذلك يعني عندما يعني يؤدي يعني الحج يعني يطوف وبعدما يرمي الجمرات فمن يحلق، ثم بعد ذلك يتحلل ويبقى له الطواف، ثم بعد ذلك يعني الهدي لمن يعني لأن الحج أنواع، فيه القران وفيه الإفراد وفيه غير ذلك، فمن عليه هدي فعليه أن يذبح الهدي وأن يتحلل، ثم بعد ذلك يعني يبقى في منى إلى أن يتم يرمي الجمرات الصغرى والكبرى، ثم بعد ذلك كما قلنا يعود إلى مسكنه إلى الفندق، ثم بعد ذلك يعني ربما بعد ذلك تكون طواف الوداع، وبذلك ينهي الحاج مناسك. يعني من الممكن أن ينهي الحاج حجه غدا يوم غد، يعني اليوم وغد، وهي أقصر مدة لأداء فريضة الحج. أي للتعجل، هذا من تعجل للمتعجل فلا إثم عليه، يعني من يؤدي هذه الأركان في يومين فلا إثم، ومن تأخر فذلك فلا إثم عليه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن سعة الإسلام ومن رفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا كما قلنا من تيسير الله سبحانه وتعالى على لأن هذا الدين هو دين يسر. الآن بالنسبة لمن لم يتمكن من الحج، لم يكن مع الحجيج هذا العام، ما هي السنن التي عليه يعني يوم غد في عيد الأضحى؟ عيد الأضحى هو أولا يعني الهدي يعني الأضحية لمن استطاع، لأن بعض الناس أخي جمال دعنا نوضح هذه المسألة، لأن كثيرا من الناس من المسلمين يشقون على أنفسهم ويكلفون أنفسهم ما لا يطيقون، فرأينا منهم من ربما يستلف من بنوك الربوية، ومنهم يقترض، ومنهم يشق على نفسه، ومنهم لا. أيها الأخوة، الهدي يعني الأضحية هي كالحج، من استطاع فبها، ومن لم يستطع فالله سبحانه وتعالى لا يكلفنا ولا يحاسبنا. نعم، نحن ندرك أن المسلمين يحبون أن يحيي هذه الشعائر وأن يفرحوا أبناءهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني لما جعل عليك في الدين من حرج، فلا تحمل نفسك ما لا تطيق. فنقول غدا بعد الصلاة، بعد أداء الصلاة، ومن السنة أن يعني أن ينحر الإمام عادة الناس يصلون في المصليات أو في المساجد، فإمام ذلك الحي هو لينحر، ثم بعد ذلك الناس بعد أداء الصلاة العيد وبعد العودة يذبحون بعد الإمام، لأن بعض الناس الذي يذبح قبل الصلاة فإنما يأكل اللحم ولكنه لم يعني يؤدي هذه السنة المؤكدة. لذلك نحن ننصح المسلمين بأن ينتبهوا وأن يذبحوا بعد صلاة العيد لا قبلها.
هذه المسألة الأولى، وكذلك مسألة غدا يعني أمتنا أمة التكافل وأمة التراحم وأمة التعاضد، وهذه الأمة التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجسد الواحد. فالناس كذلك بالنسبة للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمحتاجين كذلك على أغنياء وعلى المحسنين وعلى حتى من غير من الطبقة الوسطى كذلك، نعم. أن إن لم يوفروا يعني الأضحية للفقراء فعليهم أن يهدوهم من الأضحية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نصف الصدقة ونصف البيت ونصف للفقراء، فالإنسان يعني ثلث عفوا، فالإنسان كذلك أن لا يعني يستأثر وحده بالأضحية، وعليه كذلك ما قلنا وهذه من السنة أن يهدي الأصدقاء وأن يعطي للفقراء والمساكين والمحتاجين، فهذه فهي يوم عيد، فعلينا كذلك أن نشعر الفقراء والمساكين بأنهم كذلك يعيشون هذه الفرحة وهذا العيد، وأن لا ننساها من فضل الله سبحانه وتعالى. الآن نعود لموضوع هذه الساعة، المسلمون الذين اجتمعوا في ذلك المكان اليوم على اختلاف أجناسهم، على اختلاف ألوانهم، على اختلاف لغاتهم، على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية، كلهم أخبتوا لله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. كيف يمكن أن يتجسد هذا المعنى الذي رأيناه وحدة في ذلك المكان وحدة في الأماكن الأخرى التي يعيش بها المسلمون؟ أخي جمال، نحن أمة واحدة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورتين وفي آيتين مختلفتين في سورة الأنبياء وفي سورة المؤمنون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. فنحن هذه الأمة، نحن أمة واحدة، نفرح يعني نفرح إذا يعني فرحت الأمة وإذا أصاب الأمة خير، ونحزن كذلك إذا أصابها سوء ومكروه. فنحن أمة التآلف وأمة التآخي وأمة التآزر، وكما قال كما بينا كالجسد الواحد، إذا كالجسد الواحد، لذلك الحج هو يجسد هذه الوحدة وهذه هذا الوحدة الإسلامية وهذا التعاضد الإسلامي وهذا التكافل. إذا كان الحجيج سبحان الله يلبسون ثيابا واحدة وبلون واحد ويقفون على صعيد واحد ويؤدون هذه الأركان، فلا فرق بين كما قلنا حتى الطبقات، هناك تذوب الطبقات ولا نفرق بين الغني والفقير وبين الحاكم والمحكوم. فهذه الفرصة، الحج حقيقة هو مؤتمر إسلامي، هو مؤتمر مصغر لهذه الأمة. ربما الحجيج هم لا يتجاوزون ربما نحو مليونين أو يزيدون أو ينقصون، ولكن هذه الأمة بالمليار أو نحو مليارين أو يزيد أو ينقص. فيجب أن يعني من مقاصد الحج، من مقاصد الحج هي هذه الوحدة وهذا الاجتماع وهذا التكافل وهذا التعاضد، وهذا يجب أن يكون أن يسري في حياتنا اليومية في غير الحج. الحج إنما هو صورة مصغرة على وحدة الأمة وعلى تألفها وعلى تضامنها وعلى تكاتفها. المولى عز وجل في سورة الصف يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصود. البعض يقصر هذا المعنى على حالة القتال وحالة الحرب وحالة المجابهة، لكن هل هذا هو المعنى الوحيد الذي أراده المولى عز وجل بالصف الواحد الذي يجب أن يكون عليه المسلمون؟ هذا جزء ما ذكرته من سورة الصف، هذا جزء، ولكن الأمة الإسلامية هي الوحدة هذه في كل الأوقات. الحقيقة هذه الآية يعني إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هذا البنيان يكون في الحج ويكون في غير الحج، يكون في الأفراح والأتراح، يكون في هذه أن تعيش أمتنا يعني كالجسد الواحد كما بينا وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعيش مع ألم إخواننا في فلسطين وعلم إخواننا في سوريا ومع ألم إخواننا في مصر وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان وفي الدول الأخرى يعني غير الإسلامية. هذا هو البنيان الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم بين بما فسر الحديث بطريقة يعني هذه الآية نعم كالبنيان المرصوص، ونحن بنيان، وهذه الدول وهذه الدويلات وهذه الإمارات وهذه المملكات إنما هي لبنة في جسد هذه الأمة، وهي عضو
من أعضاء هذه الأمة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوا تداعت له سائر الأعضاء بالسهر. ما هي المواقف التي يمكن أن يظهر فيها تآزر المسلمين؟ نتحدث الآن عن الدول كالبنيان المرصوص، والمولى عز وجل بنيان مرصوص يعني ثابت راسخ لا يتضعضع لا يهدم. هل هناك مواقف وقضايا يمكن أن توحد الدول الإسلامية كلها على قلب رجل واحد؟ نعم، لا شك في ذلك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، هي قضية الأمة، وهذه القضية التي وحدت المسلمين وغير المسلمين. نحن نرى أن الأحرار وأن المنصفين هم مع القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية جمعت المسلمين، وهي لماذا؟ لأنها الحقيقة فلسطين والقدس هي جزء من عقيدتنا، وهي آية في القرآن الكريم، وهي من صور، يعني كالكل يقرأ سورة الإسراء، يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالقضية الفلسطينية هي القضية التي توحد هذه الأمة، ولكننا نرى الآن أن منذ ثلاثة أو أربعة أيام، عندما دنس ومزق المصحف في فلسطين، وعندما يعني قتل إخوان في فلسطين ويقتلون في كل يوم، ولكن مع الأسف الشديد بعض الأنظمة المطبعة، بعض الأنظمة التي يعني تريد أن تترك الفلسطينيين وحدهم وتتخلى عن المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى هو ليس ملكا لفلسطين وليس ملكا للفلسطينيين، وإنما هو وقف لهذه الأمة، وكما قال عمر هذا الفلسطين هي ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، وهو وقف لهذه الأمة. وقال الإبراهيمي رحمه الله تعالى الشيخ بشير الإبراهيمي العالم الجزائري، نعم، قال إياكم أن تضيعوا يعني ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. إذن القضية الفلسطينية هي على رأس هذه القضايا التي تشغل هذه الأمة وتوحد صفها في كل وقت، وقضايا الأخرى كذلك، قضايا الأمة الأخرى. لا ننسى بأن يعني الظلم الآن، نتحدث عن إخواننا في الهند وعن إخواننا في الروهينجا الذين يقتلون ويبادون. إذن نحن أمة واحدة، يعني يجب أن نشعر وأن نعيش مع هموم أمتنا، وأن ندافع عن المسلمين في كل مكان، في الشرق وفي الغرب، من العرب ومن العجم ومن غيرهم، بل نحن مطالبون بالدفاع عن الإنسانية وعن المظلومين بغض النظر عن دينهم وأعراقهم وأجناسهم. وهل قوة المسلمين في تآلفهم عندما يقول المولى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، كيف يمكن أن يتجسد ذلك الحب التآلف بين قلوب المسلمين عندما يجتمعون على قضية واحدة، فيأتي المولى عز وجل ببركته فيقوي هذه المحبة ويربط هذه القلوب بعضها ببعض؟ الله سبحانه وتعالى ذكر ومن على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذكرهم عندما كانوا في الجاهلية وكانوا عربا، يقتل بعضهم بعضا ويسفكون دماء بعضهم البعض، ولم يكونوا حقيقة جزءا من الحضارة في ذلك الوقت، لا من الحضارة الرومانية ولا من الحضارة الفارسية، كان لا يعبأ بهم ولا يلتفت إليهم، وكانوا عبيدا وكانوا تحت سيطرة الروم وتحت سيطرة الفرس. فقال الله سبحانه وتعالى يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني وكنتم على شفا حرف من النار فأنقذكم منها. فالله سبحانه وتعالى هذه الأمة قوتها في اتحادها، قوتها في اعتصامها بحبل الله المتين، بهذا القرآن وبهذه السنة النبوية وبهذا الدين الحنيف. وعندما تفرقت الأمة وتشرذمت وتجزأت وأصبحنا شيعا وأحزابا ودولا ومتناحرة ومتقاتلة هنا وهناك،
ضعفت هذه الأمة وما أدت رسالتها الحضارية وما أدت دورها الحضاري المناط بها، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة نعم هي رسالة هذا الشهود الحضاري. فعندما تحولت الأمة من الشهادة على الناس أن تصبح هي الأمة المشهودة اللي يعني نشهد الآن طيب القتل والسفك والاحتلال والدماء إلى غير ذلك الذي أصاب هذه الأمة. إذن قوتنا في اتحادنا وقوتنا في تمسكنا بكتاب، ولكن قوتنا يعني اتحادنا هل هو مجرد كلمات أم أفعال؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات اللي قبل في سورة الصف التي بعدها: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصود. يعني مثلا الأخ مصطفى من هولندا يقول: تحدث خطيب عرفات اليوم عن وحدة الصف، كلام جيد وكلام جميل وكلام طيب، تحدث عن وحدة الأمة ولم يذكر لا فلسطين ولا اقتحامات الأقصى ولا غزة ولا مساجين، لا في سوريا ولا السودان ولا غيرها، ذكر ولي الأمر بالاسم ودعا الحجاج للدعاء له ولي عهده. يعني هو حر يدعو لولي عهده، يعني نحن ندعو لولي العهد ولكل حكام المسلمين أن يهديهم الله، أن يصلحهم الله بصلاحهم، يصلح حال البلاد. طبعا ندعو يعني أن يصلحهم جميعا وأن يهديهم وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. ولكن عندما لا تذكر فلسطين، أنا لم أمامي جزء من نص الخطبة، نص الخطبة كاملا ليس لدي، لكن الجزء من النص اللي أمامي لم تذكر فيه فلسطين. فكيف عندما أنت تتحدث عن وحدة الصف ولا تعطيني القضية، ولا تعطي القضية الأساسية التي تهمني وتهم كل مسلم وكل عربي، لا تعطي هذه القضية الأولوية في كلامك، فكيف سأصدقك في حديثك عن وحدة الصف؟ مع الأسف أخي جمال، أصبحت فلسطين الآن بعد أن كان الجميع يتغنى بفلسطين والجميع يعني يدعي وصلا بفلسطين، وإذا أراد المرء أن يفتخر بإنجازه ولو كذبا ولو زورا وبهتانا فإنه ينسب نفسه إلى القضية الفلسطينية الآن في هذا الزمان مع الأسف السنوات الأخيرة بعد التطبيع أصبحت القضية الفلسطينية وكأنها جريمة إذا ذكرت فلسطين على المنابر أو إذا دعوت الإخوان الفلسطيني بالنصر والتمكين وبتحرير المسجد الأقصى، فأنت الآن قد تعاقب في دول لا تحدث عن الغرب، ربما الغرب يسمح لك على المنابر تدعو لفلسطين ولمن ظلم فلسطين، ولكن مع الأسف رأينا أن في الحرم الحرم ما أتى عليه زمن ووقت أنه منع هؤلاء الدعاء هؤلاء الخطباء من الدعاء لفلسطين ومن الحديث عن فلسطين وعن المسجد الأقصى وعن الاعتداءات الصهيونية وعما يفعله الصهاينة في المسجد الأقصى وفي فلسطين وفي القدس وفي جنين وفي كل مكان من أرضنا المحتلة. نحن في زمن السقوط، في زمن التردي، في زمن التطبيع والتضويع، يعني ما زمن التطبيع والتضويع، وفي زمن التجريم، أن يجرم الإنسان الذي هو يعني من المفروض أن يكون يعني فلسطين كما قلنا هي وسام ويعني على صدر كل مسلم والإنسان يفتخر بهذا الوسام. طيب أنا أمامي النص الكامل، يعني أنا أحاول فعلا أن أرى في الخطبة أين ذكر يتحدث عن وحدة الصف، عن وحدة المسلمين، عن التراحم بين المسلمين، كله كلام طيب جدا، كله كلام جميل جدا، لكن ماذا عن قضايا المسلمين؟ ماذا عن نصرة المسلمين المظلومين في كل مكان؟ هذا هو التساؤل. الحج، هذه التظاهرة العظيمة بهذه الأبعاد التعبدية، ألا يمكن أن يكون لها بعد سياسي بإعلان موقف المسلمين من القضايا الأساسية السياسية التي تهمهم على كافة الساحات؟ لا شك في ذلك. هي المشكلة أن فعلا يا أخي عندما تسلم مصر الطلبة من تركستان، وعندما تسلمهم المملكة العربية السعودية، وعندما يعتقل كذلك بعض الناس الذين يعني الفلسطينيين من الشيوخ الآن لحد الآن الذين يعتقلوا في 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 المملكة العربية السعودية ورحلوا، وعندما منع بعض المسلمين من أداء فريضة الحج وأعيدوا من المطار، هذا كله لا يعني يكذب هذا الكلام مع الأسف الشديد. نحن ننظر، ولكن نحن نحتاج إلى
ما إلى أشياء عملية نحن أبدعنا في التنظير ولكن نحتاج إلى التنزيل، فهناك فرق بين التنظير والتنزيل. والحقيقة أمتنا تعيش محنة وتعيش فترة من أصعب الفترات. ولكن هل هذا الكلام، البعض يقول لك هذا جدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ لا، نحن هذا ليس جدال، أنت هذا جزء، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يدافع عن مظالم المسلمين في هذا الاجتماع العالمي وفي هذه المناسبة العالمية وفي هذه الوحدة العالمية، فمتى سيتحدث عن هموم المسلمين وعن قضاياهم وعن مآسيهم وعن مشاكلهم وعما يحاك لهم؟ الآن رأينا أن الهند الآن كيف تهدم المساجد وكيف تجلد المسلمين وكيف تنزع الحجاب على المسلمات وكيف تقتلهم، وكيف هذا لابد أن يعيش المسلم مع أخيه وأن يشعر بألمه وأن يشعر بمأساته وأن يدافع عنه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم بعد أن ذكر آيات الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفاع الله الناس بعض بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه هي الحج الذي نحن ندافع، هذا جزء من الدين، أن تنصر المستضعفين من المسلمين وأن تعرف بالمظلمة التي سلطت عليهم وأن تدافع عنهم وعن أعراضهم وعن مساجدهم وعن وهل سينصرنا الله عندئذ؟ يعني هل وعد الله الأمة العادلة بالنصر؟ أحد المتصلين يقول، أبو زياد من المغرب يقول: الدول التي لا يسودها العدل تشهد الأزمات والكوارث والآفات لأنها تجاهلت حكمة الله ومشيئته وطغى حكامها بالعباد والبلاد ونشروا الفساد. نعم، ما هو سؤاله؟ السؤال أنه إذا كانت هذه الأمة، الأمة الإسلامية مثالا للعدل، ألن يبارك الله بها؟ ألن يبارك الله بخيراتها، بمواطنيها، بقوتها، ويجعلها منيعة على أعدائها؟ لا شك في ذلك، العدل أساس العمران، والعدل والظلم منذر بخراب العمران كما قال ابن خلدون، والله سبحانه وتعالى أمرنا، قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. إذا غاب العدل، والله كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة ولا ينصر الدولة المسلمة الظالمة. والظلم استشرى في بلداننا العربية والإسلامية، بينما نرى العدل عندما النبي صلى الله عليه وسلم، عندما الهجرة الأولى، عندما هاجر الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة، وقالهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى ملك لا يظلم عنده أحد، لم يكن مسلما، لم يسلم بعد النجاشي، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لا لأنه مسلم ولكن لأنه عادل. مع الأسف الشديد نحن في بلداننا استشرى الظلم والعدوان والتقتيل وانتهاك الحرمات وانتهاك الأعراض في بلداننا العربية والإسلامية، ولذلك الله سبحانه وتعالى لن ينصر الله هذه الأمة إلا إذا عدل الحكام وإذا عادوا إلى الله سبحانه وتعالى وعادوا الناس إلى يعني وأرجعوا المظالم ويعني وقسموا الثروات بين فئات المجتمع. أما أن يستأثروا بالثروة وبالحكم وأن يستبدوا بالظلم والطغيان فهذا لن ينصر الله سبحانه وتعالى ولو عشنا لقرون وقرون. الأمة الإسلامية في هذه الأيام المباركة التي تعيش فيها هذه المظاهر الوحدوية في زمان معلوم، في مكان محدود، في صعيد عرفات الطاهر، الآن هم في مزدلفة ثم غدا إلى يبقون يرمون الجمرات، هذه المظاهر ومضامين الحج، أن هذه المشاعر المقدسة يجب أن يقوم المسلم فيها بشعائر محددة لهدف واحد، لهدف واحد، الهدف الواحد برأيك، مع اختلاف ألواننا، مع اختلاف أجناسنا، مع اختلاف طبقاتنا، ألن يوحدنا الهدف الواحد عندما نقول: إن الله واحد لا إله إلا هو ربنا الله؟ هذا الهدف الواحد ألا يمكن أن يوحد سائر أهدافنا وأعمالنا؟
هذه مشكلة أخرى وهي مشكلة عويصة أخي جمال. أولا يعني يجب أن نفرق بين أمرين، بين الذين يحكمون البلدان العربية والإسلامية وبين الشعوب المحكومة من قبل هؤلاء. فالمشكلة هي حقيقة المشكلة مشكلتان، مشكلة الحكام ومشكلة الشعوب. مشكلة الحكام الذين استبدوا وظلموا والحقيقة فعلوا الأفاعيل في هذه الأمة الإسلامية، والمشكلة الثانية في مشكلة الوعي الغاب عند يعني أغلب الشعوب العربية والإسلامية. تجد بعض الناس أخي ربما هو يذهب إلى الحج ويؤدي المناسك ويصوم ويحج ويصلي ويزكي إلى غير ذلك، ولكنه ينصر الظالمين ويدعو إلى الظالمين بالبقاء ويدافع عن الظالمين، وهذه حقيقة هذا انفصام في الشخصية وفي الفهم. لذلك إعادة تشكيل الوعي من جديد وإعادة بعض المفاهيم وإعادة أن نعيد الناس إلى المجرى الحقيقي لهذا الدين، هناك انفصام حقيقة. هناك كما عبر عنه الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى، أمتنا في الغالب العام هي تعيش تدينا مغشوشا ولا تعيش تدينا سليما صحيحا كما أراده الله سبحانه وتعالى. إن كثير من المسلمين كما قلت لك هو لا يهتم بالظلم ولا يدافع عن المظلومين وعلى المسحوقين وعلى المسجونين. نحن نرى أن العلماء قد سجنوا في المملكة العربية، بل رأينا إن عددا كبيرا من العلماء لم ينصروا إخوانهم المسجونين ظلما وعدوانا في المملكة العربية السعودية وفي مصر وفي سوريا وفي بعض الدول الأخرى، لم يدافعوا عنهم ولم ينصروهم ولو بكلمة واحدة ولو ببيان ولو بخطبة ولو بتدوينة. وهذا هو الحقيقة، نحن في حاجة لإعادة فهم التدين الصحيح. أمتنا تعيش تدين مغشوشا لا على مستوى الحكام ولا على مستوى المحكومين. شكرا جزيلا لك الإمام والداعية دكتور شكري المجولي. إذا أعزائي المشاهدين، هذه النفحات الإيمانية من يوم عرفة التي قربت بيننا وجعلت التآزر والتعاون محل الخلاف والتباعد. المسلمون الذين شعروا بوحدتهم في ذلك المكان، شعروا بقوتهم. ألا يمكن لهذه المشاعر أن تكون حقيقية في كل مكان يعيش فيه المسلمون، في كل مكان يعيش فيه المسلمون، ليكونوا يدا واحدة لا يحرمون من حقوقهم ولا حرياتهم، ولا يستضعفون، ولا يصادر حقهم في التعبير، لا يصادر حقهم في الحياة، لا تصادر أملاكهم. في يوم عرفة، هذا اليوم المشهود، يوم الكل تساوى فيه، حتى في اللباس، حتى في اللباس الكل متساوي في اللباس، متساوي في ذلك المظهر الاجتماعي الذي المولى عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلماذا لا نجعل هذه المشاعر الطيبة التي عاشها المسلمون اليوم في يوم الحج دروسا وعبرا لنا، لنتحد يوما في هذه الأمة العظيمة لكي تكون عصية على أن يغلبها الآخرون ويستبدون بها ويستنزفون ثرواتها. نور الدين، تفضل يا نور الدين. أخي جمال، أهلا بك يا نور الدين. وحياك الله أخي جمال، وحيا مستقبل المكالمات وجميع العاملين في قناة الحوار، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير يا أخي جمال. ماذا أقول لك؟ وكل عام نتكلم في هذه المسألة. أنا أقول يا أخي، متى نستفد والو من الحج؟ هل يمكن أحد أن يخطب في الحجاج ويقول لهم كيف يجب علينا أن نكون وأن نرجع؟ نرجع فعلا نفهم ديننا في العلم والثقافة والتقدم، وإحنا عالة في العالم يا أخي. أنا تبان لي، أنا أقول لك، ويقول لي شي واحد يقول لي أنت متشائم، ولكن الواقع هو هذا. كثير من الحجاج يمشوا تيقول لك تمشي نغسل عظيماتي باش يتوب علي الله ويرجع يريح صافي. عندما تقول له مشاكل الامه وفلسطين يقول لك دع عنك السياسه. كثير من الحجاج اعرفهم في الحي عندي يقول لك دع عني السياسه، هو فقط يصلي يفهم ان الدين فقط ولا يقدم شيئا. قل له ان نصره المظلوم، نصره المظلوم بارك علينا نصلي
نعم، نصرة المظلوم والدفاع عن الحق، هذا كان هدف الدعاء الأوائل، هذا كان هدف الفاتحين الأوائل. فهل خرج الفاتحون الأوائل ينشرون هذا الدين إلا لإعلاء كلمة الحق فوق الباطل، إلا لنصرة المظلومين؟ كثير من المنصفين يرون بأن الفتوحات الإسلامية الأولى كان هدفها هو نشر الحق، كان هدفها الدفاع عن المظلومين في كل مكان. شيماء تقول: في الوحدة قوة، والقوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها العالم ويتعامل معها بحزم وعقلانية، تجبر الدول العظمى على ردع لدولة الاحتلال عن سياستها العنصرية والتطرف والغطرسة من استيطان وقتل واعتقال. أحمد، تفضل يا أحمد. السلام عليكم أخي جمال. أهلا بك يا أحمد، وعيدكم مبارك. عيدك مبارك. إليك وإلى كل الزملاء بدون أن ننسى صالح الأزرق، وعيد مبارك إلى جميع المسلمين. وفي هذا اليوم المبارك أخي جمال، كمتدخل يعني تقريبا نقول يوميا، إذا يعني قلت كلام جرح شي ناس نطلب منهم التسامح، وهذه هي السياسة، ولا بد يكون في اختلاف. نطلب من كل المتدخلين والله اسمحوا لنا. حاجة ثانية، نطلب من الشعب المغربي، وأنا جزائري، أن نتوحد الشعوب. احنا يا أخي، أنا نسكن في لافرونتيير، أنا أحب المغاربة ومتزوجين منهم، وعندي بنت أختي متزوجة مغربي هنا في فرنسا جاري. ما نطيحوش في الفخ يا الشعوب المغاربة، نكونوا نحبوا بعضنا البعض، ونقسم اليوتيوب ونقسم الفيسبوك والمعايرة في بعضكم البعض. اللي يعنيك الإنسان الفائز من هذا الكلام وهي الأنظمة. احنا كمسلمين ونخافوا من الله عز وجل، نحبوا بعضنا البعض ونتوحدوا. بدون أن أنسى كذلك كلام اللي كنت باغي نقوله في الأول، خوتنا الفلسطينيين ما ننساوهمش، خوتنا الفلسطينيين ما ننساوهمش، ونخرجوا معاهم في المظاهرات في نعم. كل يعني على يعني على حاجة أضعف إيمان. شكرا لك على مشاعرك الطيبة يا أحمد وعلى كلمتك الطيبة، شكرا جزيلا لك. عبد الكريم يقول: الوقوف بعرفة يتجلى به وحدة المسلمين، وهي بداية انطلاقة لتوحيد جميع الدول الإسلامية. إن شاء الله تكون بداية الانطلاقة لتوحيد كل الدول الإسلامية. عبد المؤمن يقول: أكبر عدو للعرب والمسلمين هو الفساد الإداري والأخلاقي، وبما أن حكامنا فاسدون لا يمكن لهم أن يحاربوا الفساد. طبعا يعني لا يجوز التعميم، دائما وأبدا نقول هذا الكلام. إبراهيم يقول: الأفضل أن تختار هيئة علماء المسلمين خطيب عرفات كل سنة من بلد إسلامي حسب الأبجدية، ولا أن يحتكر. هذه هي الوحدة التي تجلت هذا اليوم، هذه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي جمع الله سبحانه وتعالى قلوبها على التقوى. إلهها واحد، ربها واحد، رسولها واحد، وكتابها كتابها القرآن، قبلتها واحدة. كل هذه المعاني لماذا لا توحدنا؟ لماذا لا تجعلنا في صف واحد؟ تذوب فيه كل الفوارق، تتلاشى فيه كل الخلافات. هذا يوم نضع كل خلافاتنا جانبا وننحي كل ذلك من أجل هدف واحد، هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. لم يتبقى لنا أعزائي المشاهدين إلا نقول كل عام وأنتم بألف خير، ونقرأ بعض الرسائل التي وردتنا إلى بريد البرنامج. أم هيثم من ألمانيا في رسالتها تقول: إن تصريحات نتنياهو هي صفعة في وجوه الحكام العرب الذين من أصحاب قمة العقبة، مرورا بشرم الشيخ وصولا إلى قمة جدة، وهي وصمة عار على جبين المطبعين، وقالت على رأسهم محمود عباس كما تقول صاحب التنسيق الأمني المقدس.
محمد من مصر يقول في رسالته: بعد أن صرح نتنياهو اليوم بقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية، فهل سيظل المطبعون يصدرون للشعوب أنهم مع السلام بيننا وبين المحتل الإسرائيلي؟ هذه رسالة واضحة جدا لهذه الدول التي طبعت مع الاحتلال الإسرائيلي وتقول بأنه من أجل إحقاق الحقوق الفلسطينية وعلى رأس إقامة الدولة. ها هو نتنياهو يقول لكم: لا دولة للفلسطينيين، وسأعمل على إلغاء هذه الدولة من طموحات الفلسطينيين. ماذا تقولون إذن لشعوبكم الذين روجتم في تطبيعكم بأنكم تحرصون على حقوق الفلسطينيين؟ الرسالة الثالثة من ليبيا، رضوان يقول: كل ما يهم السياسيين في الجزائر هو تكميم الأفواه وغلق الفضاء العام ومصادرة الحريات. الجزائر دولة كبيرة مهمة كمصر، ولكن دولة صغيرة كالإمارات تجدها فاعلة في المنطقة، تمثل ثقلا في العلاقات العربية أكثر من الجزائر وربما أكثر من مصر والجزائر مجتمعتين. يعني نقول كل دولة في أي مكان في العالم حجمها ليس بمساحتها وبإمكاناتها فقط، ولكن بإعطائها لشعوبها حقوقها بمقدار ما يتمتع شعبها بحريته، بمقدار ما يكون شعبها عزيز. ألم يقل الشاعر: تعيرون بأن قليل عديدنا وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. الرسالة الرابعة من صابر، صابر من المغرب يقول: روسيا هشة داخليا لأنها دولة مستبدة، وهذا هو حال الدول المستبدة، ولكن الذي زاد الطين بلة هي الحالة في الحالة الروسية، تعدد الميليشيات التي تحمل السلاح التي يمكن أن تكون لها لحظة تخرج فيها عن طاعة الدولة المركزية، وهنا خطر قيام الحرب الأهلية. روسيا في مأزق حقيقي. نعم، الاستبداد هو المأزق الحقيقي لأي دولة كبيرة كانت أم صغيرة. ألم ينهار الاتحاد السوفيتي عام 92 بسبب أزمة عصفت بالشعوب التي تعيش في تلك الدولة الكبرى، وعلى رأسها حقوق هذه الشعوب عهد الاستبداد الطويل الذي عاشته في ظل الاتحاد السوفيتي، وقبل ذلك حتى روسيا الاتحادية الإمبراطورية الروسية عام 1917. ألم تنهار أصلاً بفعل المظالم الكبيرة والاستبداد التي عاشته؟ الرسالة الأخيرة نقرأها أعزائي المشاهدين من المغرب لسليمان، يقول: الانهيار الاقتصادي في مصر قادم لا محالة إذا علمنا أن ما يهم السيسي ليس هو الاستثمار فيما يعود بالنفع على البلاد والعباد، بل فيما يبقيه على رأس السلطة، وهذا لن يتحقق إلا باستمراره دفع رواتب العسكر والشرطة والتي تضاعفت عدة مرات منذ انقلابه لضمان ولائهم. ولكن سيأتي يوم حتى هذه الأموال ربما لن تجدها السلطات لكي تعطي الطبقات التي تحميها والتي تشكل لها بطانة، لأن البطانة الحقيقية لضمان استمرار هذا النظام السياسي في أي مكان كان، البطانة الحقيقية هي الشعب، الشعب الذي يعطى حقوقه، وعندما يعطى الشعب حقه سيدافع بنفسه، سيدافع بدمه، سيضحي بدمه من أجل ذلك النظام السياسي الذي سيحمي به وطنه. أما عندما يجد نفسه غريبا في وطنه، عندما يجد نفسه فقيرا في وطنه، تهدم حقوقه، كيف له أن يدافع عن ذلك النظام؟ وكيف له أن لا يثور في يوم من الأيام؟ هذه المشاهد التي نراها في الدول العربية، مشاهد الظلم المنتشر، المعتقلون السياسيون في كل مكان، هذه المشاهد لن تدوم، لن تدوم. لم يدم الظلم قبل 10 سنوات عندما ثارت الشعوب في الدول العربية على الطغاة والحكام، لم يكن أحد يعتقد أن هذه الثورات ستعصف بطغاة حكموا 10 سنوات. إن هذا المشهد الذي كان قبل 10 أعوام قد يتكرر، وقد يتكرر في أي لحظة إذا لم يرفع ذلك الظلم. ونحن نتمنى أن يتعظ الحكام والمستبدون مما جرى وأن يتصالحوا مع شعوبهم. هذه الليلة ليلة الأضحى، ليلة الود، ليلة الحب، ليلة الصفاء والمسامحة، هي ليلة للمصالحة. وأسمى رسالة من الحكام العرب والحكام المسلمين عموما هي أن يتصالحوا مع شعوبهم، أن يتصالحوا معهم، أن يمدوا لهم يد العون لكي يعينوهم أيضا في قيادة بلدانهم إلى الخير والصلاح والرفاه. كل عام وأنتم بألف خير.